إلى هذا تتواصل الاستعدادات بمدينة شرم الشيخ تمهيداً لانعقاد مؤتمر المناخ COP27. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مدينة السلام كريم بيبرز موفد التلفزيون المصري. كريم، ضعني في صورة اللمسات الأخيرة قبل انطلاق COP27. نعم هبة، بالفعل هي اللمسات الأخيرة الآن يتم وضعها هنا في قاعة المؤتمرات، وتحديدا في المنطقة الزرقاء الخاصة بCOP27. في حقيقة الأمر يعني اللمسات الأخيرة بالفعل ليست فقط في المنطقة الزرقاء ولكن أيضا المنطقة الخضراء، على الاستعداد يتم على أكمل وجه لاستقبال الوفود الخاصة بالمؤتمر سواء اليوم أو غدا. غدا هي الجلسة الافتتاحية الأولى أو الجلسة الإجرائية الأولى لمؤتمر المناخ أو مؤتمر الأطراف في نسخته 27. منذ طبعا صباح اليوم بدأت الوفود بالوصول لمطار شرم الشيخ والوصول أيضا لقاعة المؤتمرات لاستخراج التصاريح الخاصة بالأمم المتحدة لتغطية مؤتمر المناخ أو حتى المشاركة في مؤتمر المناخ. في حقيقة الأمر الاستعدادات ليست فقط داخل القاعة ولكن أيضا خارج القاعة عن طريق استقبال الوفود ونقلهم إلى قاعة المؤتمرات وأماكن تسكينهم بالطبع وسائل النقل الصديقة للبيئة. ولكن ربما انتهت اللمسات اللوجستية الأخيرة الخاصة بمؤتمر المناخ وأيضا الجزء الخاص بتقسيم القاعات داخل مركز المؤتمرات والاستعداد للورش التي ستبدأ بالفعل صباح غد بإذن الله. انتهت بالفعل هذه التقسيمات الخاصة بالورش المختلفة، ولكن الأهم الآن هي بالطبع الجزء الخاص بالوفود. الوفود بدأوا التحضيرات لكلماتهم غدا. غدا هي الجلسة الإجرائية لمؤتمر المناخ في نسخته 27، وتبدأ بالفعل بكلمة افتتاحية لرئيس مؤتمر المناخ في نسخته 26 COP26 وهو الدكتور ألوك شارما، الذي سيلقي هذه الكلمة الافتتاحية، ثم بعد ذلك سيسلم الكلمة لي بالطبع رئيس المؤتمر الجديد COP27 وهي الرئاسة المصرية، وهو بالطبع السفير سامح شكري الذي سيكون هو مبعوث الأمم المتحدة لرئاسة COP27. وبعد ذلك الجلسات الإجرائية التحضيرية الخاصة بالمؤتمر. هذه ربما نظرة عامة عما يحدث هنا في المنطقة الزرقاء. ولكن إذا خرجنا خارج المنطقة الزرقاء وذهبنا إلى المنطقة الخضراء، هذه المنطقة التي تستقبل ورش الأعمال أيضا وتستقبل الشركات الخاصة الصديقة للبيئة وابتكارات الشباب الذين سيعرضونهم داخل هذه المنطقة الخضراء، ومن المهم أن تكون هذه الشركات على دراية بالمشروعات القائمة أو على تضع الخطط الخاصة بالمشروعات الجديدة التي ستكون صديقة للبيئة، مما سيقلل الانبعاثات الكربونية التي تؤثر بشكل عام على التغيرات المناخية. هناك أيضا يعني حديث مختلفة، على سبيل المثال هو رائد المناخ للرئاسة المصرية وهو الدكتور محمود محيي الدين، الذي تحدث عن أن البلاد الأفريقية هي من أقل البلاد التي تؤثر على التغيرات المناخية، وهي ربما أقل البلاد انبعاثا في الانبعاثات الكربونية، والبلاد المتطورة أو البلاد الدول الكبرى هي الأكثر تأثيرا على المناخ بشكل عام. هذه النسخة تتعامل على سمة رئيسية وهي تطبيق الفعلي على أرض الواقع الإمبليمنتيشن، وهو التطبيق الفعلي للاتفاقيات المسبقة للتخفيف من الانبعاثات الكربونية. لذلك هناك جزء خاص وهو التمويل للعمل على مشروعات تقلل من الانبعاثات الكربونية. هذا التمويل الجزء الأكبر منه يقع على الدول الكبرى التي لها في الأساس التأثير الأكبر على التغيرات المناخية. وتحدث رائد المناخ للرئاسة المصرية عن أن هذه الدول ربما الأقل مشاركة بالفعل في التمويلات الخاصة بالمشاريع الصديقة للبيئة. وربما هذه نظرة عامة عن اللمسات الأخيرة، وننتظره بالطبع غدا صباح اليوم. والآن عودة إليكم مرة. نعم كريم، بالطبع الكثير والكثير من الملفات ومنها المسؤولية في يعني تحمل الأعباء لهذه التغيرات المناخية.
ممن تسبب فيها وممن كانوا الأكثر تضررا منها. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرز على هذه النظرة، وبالطبع متابعتنا الإخبارية ستستمر معكم وفريق العمل الخاص بالتلفزيون المصري على مدار أيام من انعقاد المؤتمر.